أكد رامي كمال عضو مجلس أمناء كتلة الحوار أنه تم مناقشة كيفية مواجهة أزمة الغلاء التي تأتي ضمن الأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن الجلسة شهدت دراسة أسباب التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة التضخم. المشكلة وأسباب التضخم وغلاء الأسعار في السوق المصري، بعد كده قدمنا توصيات. يمكن إحنا في كتلة الحوار اتكلمنا النهاردة شوية عن إنه أسباب التضخم وعرضنا أسبابها، اتكلمنا في جانب العرض والطلب، إنه هل التضخم في السوق المصري ناتج عن زيادة سيولة أو عن زيادة في الطلب على المنتجات في السوق المصري. ويمكن إحنا يعني من أول الناس اللي رفضت المبدأ ده، إنه لا، التضخم في السوق المصري مش ناتج عن زيادة سيولة، وإن كان ناتج عن زيادة سيولة فليه المبادرات اللي عملها البنك المركزي او لجنه السياسه الناديه في البنك المركزي ما حاولتش او ما قدرتش انها تسيطر على التضخم. البنك المركزي يمكن البدايه من 2022 لحد النهارده رفع معدل الفايده 11 نقطه او 11%. المفروض انه في محاوله لامتصاص السيوله من السوق المصري.